السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. المفروض كنت عاوز أسأل حضرتك ان لو انا اختي وزوجها في السعودية وانا طلبت منها انها تشتري لي حاجة النهاردة يعني من هناك، وكان سعرها مثلا 1000 ريال، وهو قال لي ال1000 ريال دي هتبقى مثلا يعني ب6500. يا اختي الكلمة اختصارا. ايوه تمام. يعني انا لما يوم ما اجي اسدها ولو هي تنزل بعد سنة، اتفقنا ان ب6500 جنيه، هدفع لها 6500 جنيه ولا سعر الريال لو زاد هدفع بسعر اكتر واحنا متفقين؟ والله يا اختي ربنا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أختك دفعت لك 50 ريال في السلعة، ترديها لها 50 ريال تمام، وتشكريها أيضا. تمام. ده الصح. شكرا.